طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول آخر التطورات على الساحة العراقية لتظاهرات وانتفاضة تشرين. فاصل ونعود إليكم. والشعب اختار طريقه ان تكون ثوره على الفاسدين. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم على الارقام الظاهره اسفل الشاشه، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمه الواتساب. في البدايه اريد ان انوه لتردد قناه الرافدين على القمر نايل سات، هو 1-2-3-8-0 1-2-3-8-0 على النايل سات أفقي طبعا، وعلى القمر سهيل سات 1-1-1-4-2 1-1-1-4-2 على القمر سهيل سات. من يجد مشكلة في بث القناة كأن يجد صورة القناة دون وجود صوت، عليه مسح القناة من القائمة وإعادة الضبط من جديد على جهاز الاستقبال، وسوف تعود إليه القناة صوتا وصورة بإذن الله. كما يمكنكم مشاهدتنا عبر البث الحي على موقع الرافدين، إن كان على الهواتف النقالة أو الأجهزة اللوحية أو أجهزة الكمبيوتر. نبدأ حلقة اليوم أعزائي المشاهدين من صوتكم بأرقام اللجان التنسيقية للتظاهرات في العراق، حيث كشفت عن إحصائية جديدة بعدد الضحايا الذين سقطوا برصاص القوات الحكومية والميليشيات أثناء التظاهرات التي خرجت ضد الأحزاب الحاكمة وفسادها في بغداد والمحافظات الأخرى خلال الأيام الثمانية الماضية من عمر انتفاضة تشرين. اللجان أكدت استشهاد 311 شخص، الجرحى أكثر من 9334 مصاب. طبعا شددت على أن السلطات تمتنع عن إظهار هذه الأرقام الحقيقية للشهداء وللجرحى. طبعا مصادر طبية وميدانية أكدت، وصحفيون كذلك أكدوا، أن أعداد الشهداء والجرحى والمعتقلين من المتظاهرين أكثر بكثير مما تعلنه المصادر الحكومية أو مفوضية حقوق الإنسان. وفي مقاطع مصورة أكدت كوادر طبية برفقة متظاهرين جرحى في إحدى سيارات الإسعاف أن هؤلاء المتظاهرين تعرضوا لرصاص القوات الحكومية مما أدى إلى إصابتهم بجروح بليغة. إذن أرقام تؤكد إلى وصول عدد الشهداء إلى أكثر من 300 شهيد والجرحى إلى أكثر من 9000 جريح. معنا اتصال زينب من لندن، تفضلي زينب. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بيك. يعني قبل شوية كنا نسمع خطاب اللي متسمى باسم رئيس الوزراء. نعم. عادل، الغير عادل هو طبعا. نعم. أول شيء رفع الحداد على 3 أيام يعني على شهداء، شهداء زين، أنت متى تعتبر شهداء؟ شلون تقتلهم بدم بارد؟ زين، يعني هاي الحفنة اللي فلوس اللي حتم من رد قلب منه؟ قلب أم تعبت أو قلب أب طول؟ ما أعرف يعني بيها نفسي. هذا يعني واحد يقول هذا غير مؤهل للزمه تمام. أول شيء شيء من صار له سنة، هو وليد العملية السياسية من 2003، من وزير مالية إلى نائب رئيس جمهورية، وهسه هو رئيس مجلس الوزراء. نعم. بعدين ماكو كلام توصف هالناس، اللي اكو ناس تطلع يعني معممين وغيرها، يعني العقل ما يتصوره، ناس دمها دس يعني.
نعم. هسه احنا هنا باوروبا يسمعون نظام الداسير، وبالمناسبه ودعم المنظم نعم متلاحقين او شيء انت تتكلم عنه قبل شوي، اكثر من 500 شهيد موجود. نعم زين، واني من الناس خالي بمعتقل، ولحد الان ماذا نعرف هو اصلا وين، يعني وين مكانه. يعني اعتقلوه بهاي الايام اختي زينب، اعتقلوه بهاي الايام مال التظاهرات؟ اي بهاي الايام. وين؟ ببغداد لو بيا محافظه؟ بالسعدون. لا بشارع، شارع السعدون. نعم بالاتحاديه. نعم. ومنطيهم امر بالضرب ما مقابل فلين تقريبا او خمس جنود. وهو زين بس احنا نريد نعرف وين مصيره. هو ناشط زيان. متظاهر صحفي؟ ضابط بالاتحاديه، شرطه اتحاديه، ضابط وتم اعتقاله. اطلاق النار على التظاهرين ما قابل، يعني رافض الامر. نعم زين، يعني ما اعرف احنا هسه يعني حاضرين الميت ما نعرف وين دفنته او تعرف انت. زين هو عادل عبد المهدي اذا يريد يحاسب المفسدين زين خلي يحاسب نفسه اول على قتل الابرياء. نعم يحاسب نفسه على سرقه البنك وقتلتهم بناس وتسكت العمل كلها زين. قد يرجع على نفسه، يرجع نفسه انسان مريض نفسي. يعني اليوم من دا يحكي انا اشوف خطافه، يعني ما اعرف ما تشبهها باي شيء. لا درسنا بالطب هيجي ناس ولا شفنا ما هاي. نعم. بعد الشعب هو وعوا دا يشوف، شبابنا الصغار وعوا، بس يا ريت اللي راسه على ارض صدق نفسه او على 150 الف زين طبيها دم اخوه زين. احب اقول لهم عيب عليهم، يعني عيب تبيع دم اخوك بهيجي، يعني بهيجي رخص. لازم الشعب كله يطلع، مو قصه تحريض بس، كرامتنا انهانت. نعم. ما عندنا كرامه لا بالخارج ولا بالداخل ولا احنا اصلا اي مكان، يعني اي مكان تروح العراق لا هي جنسيته تفيده. نعم. ما يعني ما اعرف اخوي، انت تعرف الوضع وكلنا نعرف وضعنا. نعم. حاكمه صدام على 150 شخص بقتل الدجال. هسه لازم هم كلهم يتحاكمون على قتل هالابرياء. نعم. يعني وبايام قليله. وبهذه الفترة حقيقة. نعم فترة قصيرة جدا. وإذا كانت المظاهرات مالتنا مسوسة كلهم زين، وقد الكوب يعني وباطلة، فالمظاهرات الشعبانية هم باطلة مثل ما يقولون، يعني هم طلعوا ضد الحكم الباطل والطغيان زين. نعم. خلي يحاكمون روحهم أول شيء، يعني اكو ناس يعني يصون ضميرهم، ما أعرف من يعلقون الضمير زين والإنسانية. أنا أشكرك أختي زينب، ونسأل الله أن يفرج عن كل المعتقلين المظلومين في العراق. عدنان من الأنبار، تفضل عدنان. عدنان. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. أنا على الشهداء اللي في ساحة المظاهرات. نعم. الشفاء العاجل للجرحى. آمين يا رب. في ثورتهم مباركة إن شاء الله، وأتمنى يستمرون بالثورة لأن هذه كاذبة من الحكومة، ما يلفدون يا أخي. أخي أي طلب للمتظاهرين؟ نعم وعود، مجرد وعود من الحكومة ما سعيد فيه. نعم كيف سبقتها الحكومات اللي سبقتها من عدنان؟ نعم شفت خطاب عادل. نعم. عبد المهدي قبل شوية. إيه أخي شفت له وعود كاذبة، يعني مجرد وعود وشهادة وما يعلنون، حتى لو أعلنوا أسماء ما خارج العملية السياسية، يعني ما يعلن من ضمن هذه حكومتهم الفاسدة يعلن الموضوع ولا الحيتان. نعم. لا لنا الحيتان فقط. نعم. نعم. أنا أشكرك أخي عدنان من الأنبار كان معنا. أبو فيصل من السعودية، تفضل أبو فيصل. سلام فضلك أستاذ عمر، مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا بك. كيف حالك أستاذ عمر؟ خير الله يسلمك ويخليك، تفضل. تحية تقدير واحترام لك وللقناة وكادر القناة والإخوان المتصلين. الله يسلمك، تفضل. ونعزي العراق شباب العراق على هذه الجريمة التي ارتكبتها حكومة الاحتلال التي تسكن بالخضرة تحت الحماية الإيرانية. نعم. بالنسبة لهذه الجريمة يا أستاذ عمر، هي بدأت تتكشف من اليوم، اليوم العدد مضاعف والجريمة يعني
وبعدين ما يسمى برئيس النظام هذا المجرم هذا، اليوم شفنا له خطاب السيد عمر، هو مرتبك والرجل مجرم يعني لا بعد الحدود، ويعد احيانا براضي واحيانا بفلوس للعمال المتعطلين، وهو هذه نعرف الناس ببيوتها تهرب الميليشيا حتى يعطي اراضي، الناس هجرت من بيوتها حتى يعطي اراضي. فعلى الشعب العراقي لا يتفكر فيه مره الا اسقاط هذا، وخصوصا هو ازداد خوف استاذ عمر. نعم. بعد ما اتحد الشعب العراقي كله بكله الجنوب والوسط والشمال والغربيه كلها اتحدت، شخصوا المشكله هي مشكله النظام المجرم. نعم. وان شاء الله بدت ايامه قريبه ان شاء الله بشرفاء العراق الغياره. وهذا النظام مجرم لابعد الحدود، نظام والرد الدولي لم يكن على مستوى الجريمه لحد الان. نعم. أنا أشكرك أبو فيصل من السعودية، كان معنا اتصال أبو الحكم من برلين، تفضل أبو الحكم. مرحبا أخي. مرحبتين، أهلا وسهلا بك، حياك الله. لك والمشاهدين. أهلا وسهلا. من نجي نقيس على اللي قاعد يصير هسه، نعم. لازم نعرف أول مسألة أنه شنو إمكانيات الناس في الشارع. نعم. لأنه الناس طلعت بشكل عفوي، زهقت من ألاعيب السياسيين ومشاركاتهم لمغانم العملية السياسية، وبأقل الأدوات الممكنة بشكل سلمي حضاري، لكن قمعوا بالشكل اللي احنا شفناه كلنا. اليوم احنا أمام حكومة، أمام عصابة لم ينتخب أحد منها، الإقبال في الانتخابات السابقة كان 12% في أفضل الأحوال باعتراف الأمم المتحدة. يريدون يتقاسمون الانتخابات اللي جاية المحلية، ويريدون كل واحد يتجاذب أطراف الشارع حتى يحركها ضد الآخر. بالمقابل العملية السياسية كمنظومة إدارية للبلد هناك خط أحمر ما حد يقدر يتجاوزه. لا أمريكا تقبل ينشال هذا النظام السياسي لأنه بصالحها، ولا إيران تقبل ينشال هذا النظام السياسي لأنه بصالحها. زين، نجي الشارع نفسه، منو وياه ومنو عليه؟ ضده كل الأحزاب، كل الأحزاب، حتى اللي يدعي أنه هو زهقان أو ضايق من العملية السياسية اليوم راح يلقي مكانه موجود في الحكومة بمجرد أن يتفق ويا الأطراف الأخرى اللي هو يدعي أنه هو عنده خلاف وياها، وغالبا ما يكون الخلاف على مغانم. نعم. إذا كان المنطقة كمنطقة إقليمية، الدول الموجودة المحيطة بها، فأنا أبشر العراقيين كل الأنظمة بالمنطقة هي ضد هذا التحرك. ليش؟ لأنها مستفيدة من الوضع الحالي. نعم. وهذه الحكومة بفسادها استطاعت أن تخلق نوع من القناعات والشراكات مع دول الجوار أنه أنتم مصلحتكم وجيوبكم تنترس إذا علاقتكم بينا. نعم. هناك أبو الحكم، يعني هناك الجمعة القادمة كما أطلقت اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة الكرامة، يعني دعت إلى الاحتشاد في ساحة التحرير وساحات المحافظات الأخرى، وأطلقت عليها جمعة الوفاء لدماء الشهداء. كيف تقرأ هذا الحراك المستمر في الشارع العراقي؟ هذا يدل على أنه الشعب مو مستعد أنه يقبل ببعض التنازلات الشكلية هنا وهنا، وإنما أول شيء يبر الدماء الطاهرة اللي سالت، ويحقق إنجازات يوم عن بعد يوم. إحنا خلال 6 أيام انتقلنا من دولة تحكمها أحزاب تدعي كل وحدة الدفاع عن الطائفة وتصرخ باسمها، إلى دولة شعبها كله موحد يعرف من اللي باقي. هذا خلال 6 أيام فقط. يعني هذا إنجاز عظيم ما كنا نحلم به خلال 16 سنة اللي مضت. اليوم الشارع يريد أكثر، يريد حقوقه، يريد يغير هاي اللعبة. ما ممكن دولة بها 1000 حزب تمشي وتمشي دولة. لازم حالنا حال دول العالم، تريد حزب حكم وحزب معارضة حزبية، نعم. ونظام رئاسي وينتهي الموضوع. احنا ما نقدر احنا نظل 16 سنة وثانية بعد عندنا احزاب، هذا تعارك ويا هذا، حنان ثبت فايق الشيخ، فايق الشيخ نزل على حنان، هاي مو دولة هاي. نعم. انا اشكرك ابو الحكم من برلين، كان معنا اتصال مخلد من السويد.
تفضل مخلد. مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا بك. تحياتي لكل كادر الرافدين، حياك الله يا اهلا، ومحبتي للشعب العراقي. نعم. أنا الحقيقة أعرف عن نفسي، أنا حفيد حمود الهذال اللي طرد الإيرانيين من البصرة، حياك الله، في القرن التاسع عشر نهاية 1800. نعم. بتجميع عشائر البصرة وطرد الإيرانيين من البصرة. نعم. وأنا أحد أحفاده من عائلة عيدان. نعم. وعيدان سميت عيدان، ما اريد امدح بنفسي اني. نعم. بس للضروره اقول عيدان. نعم. هم عيدين، العيد الاول انه حمود الهذال طرد الايرانيين من البصره، والثاني انتقم الابن حماد اللي اني كنت اسمي باسمه البارحه. قتلوا ابن حماد. نعم. فصار العيد عيدين. نعم. هذا اولا، واني اسف على هذا الكلام. تفضل اخي. زين. ثانيا انا اريد اتكلم عن دخول حسب ما يقولون 7500 جندي من القوات الخاصة الإيرانية للعراق. نعم. القوات هاي الحقيقة هي مو 7500، هي استكمال للمؤامرة الإيرانية على العراق بكامله. اولا هم تمكنوا من نصف العراق اللي هو حي دول الشمال، وضربوا الغرب، دخلوه لداعش. نعم. يعني لقوا حل لضرب الغرب بإدخال داعش، وبكل دخلوا 200 أو 300 داعشي، كل واحد من هذول أهل داعش ضربوا عائلة عراقية بكاملها، هدموا الغرب وشمال الغرب بكامله باسم داعش، فحيدوا الغرب وشمال الغرب. نعم. ما بقى عندهم إلا النصف. والآن المخطط الجاي وللأسف أسود، إذا ما يسمعون إخواننا النخبة، وكلامي موجه للنخبة. نعم. رجاء رجاء رجاء، وأنا أخيرا بعد هذا الكلام راح أضحي بعائلتي وأذكر الأفخاذ اللي لازم تدخل وتتداخل مع هاي القوات ويمنعوها من الدخول إلى العراق. نعم. زين. 7500 هي بالضبط بالضبط مأخوذة من نسخة حزب الله اللي دخلوه على السيدة زينب في وقتها، قالوا احنا حزب الله قال احنا راح ندخل المقدسات الى سوريا حتى نحافظ على الاماكن الشراين، شراين بالانجليزي يعني الاماكن الشرعية الشيعية اللي هم يعتبروها مقام السيدة زينب رضي الله عنها. وما طلعوا دمروا سوريا. الآن هذول 7500 حسب ما يقولون هم مو 7500، هو إعطاء شرعية لدخول قوات إيرانية لمساندة الميليشيات. نعم. الإيرانية بالعراق، منها جماعة العامري وغيرها. نعم. حتى يحتلون. الآن راح يدخل العراق بمرحلة الاحتلال الإيراني المباشر. نعم. وهذا الاحتلال الآن بغياب ترامب وغير ترامب وأمريكا، لأن فترة انتخابات هي فرصتهم أن يحتلون بشكل واقعي وعلى الأرض. نعم. أنا أشكرك مخلد من السويد، وعذرا على المقاطعة لأن في والله اتصالات كثيرة. أبو تحسين من كربلاء، تفضل أبو تحسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. تحياتي إليك أخي العزيز. أهلا وسهلا بك. عن وجهة نظري تجاه الأحداث اللي خصوصا. نعم. في كربلاء، يعني أنت يمكن حضرتك شفت قناة الحرة يعني عن كربلاء وال... نعم. يعني أكو مقطع جدا جميل حقيقة، وبنفس الوقت هو مؤلم. نعم. يقول اتخذت يعني المرافق الدينية أو المسؤولين عنها على نجاح، لأنه إحنا حاليا في كربلاء نقول لكم طب. نعم. اللي ينتقد مؤسسات دينية، ينتقد مثلا. نعم. ينتقد أي شخصية في كربلاء حتى لو نجد المحافظة العظيم يعني يعتقدوه. نعم. وأيضا حتى
تعليق مثلا في يعني مثلا اذا يعني هسه ابو تحسين بس حتى يكون الكلام واضح للمشاهدين. اليوم بكربلاء اللي نزل بوست او ينتقد الحكومه او الاحزاب يتم اعتقاله؟ حقوق الى حقوق. نعم الى حقوق. ويعني جوازيت لهم تابعين لمجلس المحافظه حقيقه. ها يعني ذولا تابعين لمن؟ شرطه، جيش، ميليشيات؟ منو ذولا اللي يشنون هاي الحملات الاعتقال على الناشطين والمتظاهرين؟ والله هم يعني المؤيدين للحكومه وتابعين المحافظه. يعني اي واحد ينتقد السيد جاسم الخطابي مضايقات هذا اقل ما يقال يعني حقيقه. اذا ما يعني يضرب حقيقه فالناس تتعرض الى مضايقات. فاحنا نعم واحد يعني بيننا وبين المحافظات البقيه، لكن يعني الموقف اللي موجود بكربلاء الاخوه بغداد والمحافظات المنتفضه. نعم الشارع في كربلاء، الناس في كربلاء، انت بكربلاء شلون شافت عدد هاي الشهداء اللي سقطت في تظاهرات سلميه مطالبه بحقوقها؟ شلون شافت عدد الجرحى هذا الهائل بالالاف؟ شنو اللي يتم تداوله الحديث بين الناس في كربلاء ابو تحسين؟ استاذي العزيز يعني انا ما اتكلم نعم الثقافه يعني حقيقه. نعم يعني اكو جمهور سواء كان الاقارب او الاصدقاء ممتعزين جدا. نعم يعني حقيقه. ولكن يعني انتشار الجيش، انتشار ايضا يعني ايرانيين، انتشار يعني السيارات الايرانيه المرقمة سواء كان في داخل المنطقه القديمه في كربلاء او خارجها. يعني نعم هاي شو وقت صار لها من دخلت هاي؟ قوات لو مدنيين لو شنو ذول الايرانيين اللي موجودين هسه بكربلاء؟ قوات مدنيه لكن هي مرقمه باقوام ايرانيه. نعم عددهم هوايه؟ يعني حق اقول نعم بانه التظاهر السلمي الوحده ما يكفي. احنا يعني عناصر مسلحه لا، احنا ما نريد نصير شغل، لكن صح عن الوحيد ان يكون عصيان مدني. نعم يعني تبقى سلميه. ابو تحسين بس اريد ارجع اسالك على التواجد الايراني اللي تقول عليه سيارات مدنيه، صار لهم ايش قد متواجدين وايش قد تقريبا؟ يعني شوف مثلا سياراتهم بالعشرات بالمئات. والله استاذي يعني احنا دزينا لكم مقطع، اي اصدقائي لكم مقطع بانه انت المنظمه الايرانيه قد زياره هذا المقطع يعني. نعم زيارة الأربعينية، احنا على مسار الزيارة الأربعينية. نعم. المنظمة الإيرانية سواء سيارات الحمل أو صغيرة داخل المنطقة القديمة وخارجها يعني. اختلافات مرورية بالإضافة إلى الزوار اليوم. أيضا معلومات استخبارات. نعم. ربما أنه أيضا مظاهرات راح تكون سربل مصدره من قبل مجلس المحافظ والقوات الامنيه. يعني انتشرت القوات حفاظا على امن الزائرين وانما خوفا من جديده واستغلال زيارة الاربعينيه. نعم نسأل الله أن يحفظكم ويحفظ كربلاء. وأنا أشكرك أبو تحسين من كربلاء. أركان من بلجيكا تفضل. أركان السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. اسمح لي أولا يعني تعطيني الوقت. تفضل أخي. أولا في بداية الأمر طبعا هو الموضوع قديم ولكن مستجد الآن إلى الشباب الحالي. في بداية الأمر أرجو من الشعب العراقي الكريم أن يسمح لما أقوله من حقائق مهمة خاصة إلى الجيل الحالي إذا سمح لي الوقت بذلك من فضلكم. تفضل أخي تفضل مباشرة. المهم نعم هو أنه لأمر جيد أن يعي الشعب العراقي في هذا الوقت أنه عدوه هو نظام ولي الفقيه الإجرامي بين قوسين السفيه في إيران، وهذا ما شاهدوه بأعينهم من قتل بحقهم
من قبل عناصر إيرانية أو موالية لإيران أثناء المظاهرات الشريفة. ولا يخفى على الجميع بعد عام 2003 أن الميليشيات الإجرامية الإرهابية المعروفة بفرق الموت المنظمة والمدعومة من نظام إيران الإجرامي ومن ما يسمى الحكومة الفاسدة والمجرمين الذين يسمون أنفسهم بالمسؤولين، والتي بسبب هذه الحكومات المتعاقبة والحالية هي جميعها وجه واحد ومنهجها واحد، وهو القتل والتدمير والتخريب وسرقة المال العام، وهذا ما دربوا عليه على أرض إيران ووجودهم أو ترددهم إلى هناك، ابتداء من حكومة ما يسمى رئيس الوزراء المجرم الإرهابي السارق إبراهيم الجعفري وحكومته، التي بسببه وسبب المسؤولين معه قتل وهجر الآلاف من الأبرياء العراقيين ورميت جثثهم في الشوارع من أول يوم حكم فيه بدعمه المطلق للميليشيات وفرق الموت الإرهابية التي قتلت النخب والعلماء والمحاربين السابقين وغيرهم، ناهيك عن سرقتهم ونهبهم لمال العراقيين مال الشعب العراقي، وهذا معروف لدى الكثيرين وليس بجديد، لكني أخص فيه الجيل الحالي الشجاع الذين لا يخافون أحدا أمام حقوقهم المسلوبة بعدها أتت حكومة المجرم الإرهابي. معروف معروف معروف. اسمح لي اسمح لي أخي، في اتصالات والله، في اتصالات كثيرة من بغداد. من بغداد أنا يعني أعتذر منك. مصطفى من بغداد، تفضل مصطفى. مصطفى السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. شلونك أخوي؟ حياك الله، يا أهلا بك، تفضل. أخوي أحب أنقل لك صورة. أنا نعم. جاي من بغداد صار لي يومين. نعم. فإحنا الشباب اللي بغداد، إحنا الشباب الثائر. نعم. نحن لا نتراجع، أما النصر أو الشهادة. هاي وحدة. اثنين، إحنا ما طالبين أكثر من حقنا. إحنا نريد حقنا من هاي الحكومة العميلة الفاسدة. يوم 25 موعدنا. الحكومة الإيرانية بصريح العبارة من هم يلفون إشكولات هذا البطاط وغيره والعامري والمهندس، هذول وين كانوا عايشين؟ أقول لك قبل وين كانوا عايشين؟ منين أكلوا؟ من يا أكل؟ من يا ما يشربوا؟ كله ولاية الفقيه. فحلم الإمبراطورية الفارسية حلم إبليس بالجنة، حلم إبليس بالجنة. يعني أتمنى هذا الشيء يوصل لكل اللي عنده أفكار حلم الإمبراطورية الفارسية. نعم. واللي هم هسه سووا الحشد الشعبي مماثل لفيلق القدس بإيران، مماثل نفس فيلق القدس بإيران هو الحشد الشعبي. لأنه شوف الحشد الشعبي لو هو، أنا أقول لك ضحى وانطوا تضحيات، طلعوا وقاتلوا، بس مو لأجل عين العراق، كذب، لأجل إبعاد داعش عن الحدود الإيرانية اللي هو العراق. نعم. مصطفى أستاذ؟ مصطفى أنت كنت متواجد خلال الأيام الماضية بساحات التظاهر. نعم. في بغداد. نعم نعم نعم. لو تحكي لنا اللي صار. بالله إيرانيين يعني جوازاتنا بيديهم. نعم. العفو، جوازاتهم بيدينا. نعم. يعني نشوفهم ان هم إيراني، ما يعرف يحكي عراقي، ما يعرف يحكي عربي اصلا. نعم. يعني يصيح بس يا حسين ويضرب زين، انت شنو؟ احنا يهود، احنا كفرة، هو الحسين يمنا مو يمكم، انتوا لفوا. نعم. علينا جايين، انتوا جايين علينا، يعني هو الحسين مو مالتكم، سيدنا الحسين مالتنا. نعم. زين، فالإمام علي عليه السلام رضي الله عنه وارضاه عدى عبارة تقول، واحنا هاي يعني ماشيين عليها، وهذا النهج مالتنا ماشي عليه، الحقوق تؤخذ ولا تعطى، تؤخذ الحقوق تؤخذ، نحن لا ننتظر ان تعطينا الحقوق بل ناخذها. انت ذكرت هذا التواجد الايراني اللي موجود في الشارع هاي لما. نعم. كنت في المظاهرات. نعم. بعد قوات الجيش والشرطه شنو موقعها من الاعراب اذا ذولا يذبحون. نعم. بالمتظاهرين. نعم. اكو فيلق اسمه فيلق الخراساني، هذا. نعم. تابع المجلس الاعلى، هذا. نعم. جماعه حامد الجزائري وعلي الجزائري. نعم. أصلاً دول ارتباطهم بإيران، تجيهم تعليمات إيرانية، الجيش يتعرض لهم، يضربون حتى الجيش. نعم. حتى الجيش ضربوا إحنا قدامنا، أنا هكو فيديو مقطع ما فيديو نزله صديقي، يعني واحد واقف قبالهم من الجيش يقول لهم ترموا، ضربوا واحدة دخانية برجله من الجيش هو. نعم. الله يحفظكم مصطفى. أنا أشكرك مصطفى من بغداد أحد المتظاهرين هناك. أعزائي المشاهدين، مستمرون معكم بهذه التغطية المستمرة لتظاهرات انتفاضة تشرين، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. يضربون الريش، والله شايلين أعلام، طابوا ما شاء الله الريش،
يعني احنا متابعين لا للتيار الصدري، لا للسيستاني، لا سنة، لا شيعة، لا كراد، احنا عراق، احنا عراقيين، هل طالعين تعلامني، هاي فاوح، يجون علينا بطلق حي. هاد مسيل الدموع ليش؟ ليش رابيين؟ وهذا عراق كله، يعني انا وغيري وغيري، ليش؟ بس ما عاد يسمع لي، الله اكبر على كل ظالم. كل واحد باع العراق، يعني انتم شنو؟ ما تخلونا نطح، لا تخلونا نفار، لا تعطونا عقوقنا، اخر انسان سددي اشتغل في دار، ها يوم 10,000 دينار، معيشني، الله اكبر عليكم. موطني، موطني، الجلال والجمال والسناء والبهاء. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. اريد ان انوه بان الواتساب، رقم الواتساب اللي ظاهر على الشاشه، هو فقط لاستلام الرسائل، وارجو ان تكون الرسائل قصيره وواضحه. هناك من يرسل لنا هنا مقاطع فيديو او صور او لينكات، احنا نريد رايك في رسائل الواتساب. ما موجود باتصال الواتساب، اذا تريد تتصل البرنامج مباشر عندك ارقام، ثلاث ارقام ظاهره اسفل الشاشه، تقدر تتصل وتشارك وتسمعنا صوتك ورايك. معنا اتصال خالد من ديالى، تفضل خالد. حياك الله يا اهلا بك، اهلا وسهلا بك، يا اهلا وسهلا. الله يسلمك يا اخوي. احكي لك بالاخص على انت بغداد، وشاركت بغداد. نعم. وضمن احد الموضوع بديالة، الموضوع بديالة الايرانيين تتبع من عندهم داخل بداخل الديال، وهاي الميليشيات مال بدر وغير بدر، يعني صديق. نعم. معروف وماكو تغطية إعلامية. واتساب أحد الثوار طلع بيتهم يرتاح وسبح وكذا، يريد يطلع يرجع لبغداد، عشر مال الحي أخذوه وقاطين الأوردة مالته. نعم، يعني رجع هو متظاهر، كان ببغداد رجع وتم اعتقاله في دياله، اعتقاله بسيارة مدنية. نعم. سيارة ميتسوبوشي 97، مو للحديث. اي عرفتوهم ذولا منو؟ رقمهم انا في اصبع. نعم خالد، والله العظيم، والله هل هل هالمجوس، هالمجوس اللي ذاك عرفنا، فلا 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 تقوم لنا قيامه اذا ما نعادلهم. السن بالسن والبادي افضل، خليها شلون تريد ترى، مش خلي السن، ما خلوا سلميه، ما خلوا سلميه بهاي المظاهره، ما خلوا سلميه. نعم. لا تبقى سلميه، تبقى سلميه اخي خالد، حتى المجتمع الدولي يشوف انه هذا الشعب طلع بتظاهرات سلميه ويطالب بحقه، وبأنه رغم أنها سلمية يتم قتله ويتم ضربه واستخدام كافة أنواع القمع بحقه. أنا أشكرك خالد من ديالك، أنا معنا اتصال أم أزهار من بغداد، تفضل يا أم أزهار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بيك، تفضلي. أحييك وحيي هاي القناة العظيمة وعامليها، وألف رحمة للشهداء وأطفال الشهداء اللي راحوا، هالضحايا اللي راحوا، هالشباب. وألف لعنة على هاي الحكومة اللي تضرب هذول الشباب اللي طالعين بطرق العلم، كل شيء ما يردون ويطالبون بإسقاط الحكم. لكن هي احنا من الأول ما نقول حكومة، هذول كلهم عصابات، وهسه إيران نزلت تضرب هالشباب هذي اللي قاعد يريدهم. نعم. شباب اللي ما يريدهم، إن شاء الله أنا أطلب من هذول الشباب إنه يظلون يتظاهرون مهما تكون الضحايا، مهما تكون الضحايا، بس المهم الأخير الانتصار والقضاء على هذول الفاسدين المجرمين اللي دا يحكمون الإيرانيين. وهكلها توجيهات من إيران، وإيران هي اللي قاعد قد ناصة دا تضرب هالشباب، وإيران هي اللي دا تضرب حتى العسكريين دا تضربهم، حتى تقول هذول مندرسين،
وان شاء الله ان شاء الله والرحمه للشهداء ونريد النصر ان شاء الله النصر من هذا الشعب المسكين اللي عانى معانا وان شاء الله احنا ما نريد تأييد يقولوا نريد وهذول اللي دي قشمرهم الحكام يطلع ابو ابو البرلمان يطلع رئيس الجمهوريه ويطلع راح ننطيكم اراضي وين كنتوا العد بالضبط من 16 سنه وين كنتوا؟ ما اعطيتوا ما ناطين للشعب وناطين حقوقه ما كان صار اللي صار بعدها الشهداء اللي راحوا هسه تبدو تنطوهم كلها تخدير اوبر مخدره حتى يهدئون الوضع هم كلهم جبناء وخايفين لانه يعرفون انه الشعب راح ينتصر ان شاء الله باذن الله احنا ندعي ليل ونهار ونبكي على هالشهداء اللي راحوا وان شاء الله الله ينصرنا ينصرنا على اعداء هذول الفاسدين الايرانيين. نعم انا اشكرك اشكرك ام ازهار من بغداد كانت معنا. فاطمه من الكويت تفضلي. فاطمه الو يمه. تفضلي فاطمه. نعم اسمعك. السلام عليكم يمه. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا يمه. هلا يمه. المالكي لها الحين بعد موجود. المالكي موجود. الله اكبر الله اكبر يمه. نعم. الناصريه راحوا من الكويت راحوا من الكويت فيهم 3 ملايين تراهم راحوا هاربين دمروا وراحوا هاربين لكم ولبسوا ودخلوا جيش وشرطة تراهم هم عصبتهم لإيران ترى حرمتهم لإيران يبون إيران يبون تراهم أذبحوا الشباب جيش وشرطة جيش وشرطة أذبحوا بحياة صدام وهالحين أذبحوهم النار. نعم فاطمة نرجعوا من الكويت. فاطمة هسه احنا الكويت صار لها راحت ها راحت نرجعوا عليكم مني والله يرحم الكويت جوكم الله يرحم الشهداء الله يرحم جميع الشهداء. انا اريد رايك باللي دا يصير بالعراق اليوم من التظاهرات شلون بتشوفيها ونصين التلفزيون للاخير يما نعم خليك معاي يما راحوا هالحين عندكم لابسين جيش وشرطة عندكم بالناصرية منين ذولا الجيش والشرطة؟ من هبوا هم من البدون قاعد تقولهم الكويت تسميهم البدون لا لا موجودين. نعم لا موجودون نعم. جاوكم بالناصرية. أنا أشكرك أشكرك فاطمة من الكويت كانت معنا صراحة الكلام غير واضح ومفهوم. معنا اتصال محمد من الموصل. تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل محمد. حيك أستاذ عمر. حياك الله. قناة الرافدين. يا هلا بيك. أهلا وسهلا. نعم. نسمع أن هاي يعني يقتلون الميت يمشون بجنازته. نعم. سمعنا بالذنة. فهاي الحكومة قتلت المتظاهرين. تعال يوم الحزم بالحداد 3 أيام. ما نسمع هذا المثل لما شفناه بعيننا. نعم. وانا عندي مثل ما يقولون كلمتين يعني للعراقيين. تفضل. منذ 2011 الشعب العراقي سلمية ويا هاي الحكومه وجابهون وبالرصاص والطرق. نعم. فما كل جيب السلاح القوه مخيف القوه. يعني اخواننا بالجنوب عندهم سلاح ما شاء الله. تواصل وياهم كل بيت يعني حتى الرشاش ما يشتغل عندهم. روح على منطقة الخضراء شيلهم من العريج وهذا وما السلمي هم هذول. لا مو لا عمر يعني شوف محمد شوف السلاح والقوة ما تفيد. أنت مثل ما قلت أنه العراقيين صار لهم سنين في حروب ومأساة ومعارك خليها سلمية خليها سلمية حتى يشوف العالم انه هاي الحكومة اللي جابتها امريكا واللي ترعاها ايران ها واللي تدعي الديمقراطية والحرية وانها جاءت لتخليص الشعب العراقي من النظام الدكتاتوري شوف ايش دا تسوي بالشعب اللي خرج بتظاهرات سلمية. استاذ عمراني نعم.
بس انت هنا عذبحوني يعني اذا صارت ما شوف اذا صارت وهم يريدوها ترى وهم يريدوها اذا صارت مجابهه بالسلاح راح اولهم امريكا وخاف ايران هسه شويه ها شويه ما ما يعني بس فقط ماكو اعلان رسمي والله احنا دندس 7500 لحمايه الاربعينيه ما ادري شنو كذا احنا نقف مع الحكومه راح يصير علني مثل ما صار علني في سوريا فخليها سلميه حتى ينفضحون قدام صحيح. العالم حتى يشوفون جرائمهم على الارض جرائم هاي الحكومات اللي جابها المحتل تعمر بتسمح لي يعني نعم. نص دقيقه تفضل حسب ما نتابع احنا كنا ما صارين انه ايران حاولت تحتل العراق يعني شلون احتلته نعم. وبوقت بعد الله تعدي فواجههم العراقيين بالقوه يعني يقول نعم. كانوا هم احتلونا بالثمانين نعم نهضه نعم أنا أشكرك محمد من الموصل وأعتذر عن يعني إعطاء وقت قليل للمتصلين لأن هناك اتصالات كثيرة حيدر من كندا تفضل حيدر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا بك أول شيء الله يحفظكم ويحفظ قناتكم الناطقة بصوت الحق آمين ويحفظكم ويسلمك تفضل عندي بس أنا يعني استفسارين سؤالين تفضل اول شيء بالنسبه للمراجع يعني السيستاني ومقتدى لما صارت داعش وهذه وغرروا الشباب واعطوا الفتوى الجهاد وراحت الناس قاتلت يعني بهذه الشغله تكلموا الان وينهم هم يعني وينهم ساكتين يعني لا سمعنا منهم اي شيء يعني يساند المظاهرات يعني ماكو اي خبر منهم يعني ليش ما يطلعون ليش ما يتكلمون ليش يعني يساندون المتظاهرين الشباب العزل السلميين كلهم شباب يعني أكثرهم مواليد ألفينات يعني من دخلت أمريكا العراق أكبر واحد بهم تلقى عمره 5 سنين 6 سنين يعني لا هم يعرفون حزب البعث لا يعرفون أي حزب بالفعل. يعني ليش ما يعني ساكتين ما يعني يدافعون عنهم هذه يعني شيء محيرني يعني نعم لا ما يحتاج يعني يحيرك تدري أنت المراجع هي يعني تبارك العملية السياسية في العراق ومنهم من يشارك في الحكومة وفي البرلمان هاي وحدة تساؤلك الثاني هذه الله المستعان عليها التساؤل الثاني يعني إحنا دائما نسمع العشائر وسلاحهم وخاصة بالبصرة ومحافظات يعني جنوب بصر يعني معركات ومشاكل بيناتهم يعني طلعوا أنواع الأسلحة العشائر نعم. الآن أيضا وينهم هم من المتظاهرين كلهم هذول أبنائهم ويعني اللي قتلوا وتجرحوا بالمئات وبالآلاف يعني وين العشائر وشوف العشائر من هذا الشيء يعني ليش ما يطلعون يحمون المتظاهرين يطلعون وياهم يوقفون يساندوهم يعني نعم راح يعني شيء عجيب يعني بيناتهم يشوفهم ناس تضرب ناس نعم وهذا هم يدل على يعني غياب الدولة وسلطاتها عندما تحدث مصادمات بين العشائر. أنا أشكرك حيدر من بالضبط كندا. بالضبط. وأنا نعم. طبعاً آخر شيء يعني حتى ما أطول عليكم يعني صبر. إحنا مع المتظاهرين قالباً وروحنا وكل قلبنا وياهم وهنا بكندا طلعنا قبل كم يوم في أوتاوا قدام السفارة العراقية مظاهرات ويعني إحنا وياهم وإن شاء الله الله ينصرهم ويثبتهم. آمين. أنا أشكرك حيدر من كندا عبد الله من بغداد. تفضل عبد الله طبعا السلام عليكم وعليكم سلام. السلام ورحمه الله تحيه لقناه الرافدين البطله حياك الله يا اهلا بك وهي يعني الوحيده اللي تنقل الاخبار الصحيحه وبدقه هذا واجبنا اخي تفضل والله اشكركم شكر جزيل يعني الله يسلمك ويخليك ويحفظكم يا استاذ موضوعنا ان شاء الله احنا يوم 25 نعم يعني بعد ما بهم اجوان يعني احنا الشيء اللي نطالب به حقوقنا يعني هذا يتهموننا بحثيين يعني مواليد 95 بحثي يعني مواليد 95 وال 94 دول بعثيين جابهم على حزب البعث جابهم على صدام بس اذا اعرف يعني دي يتهموننا هي شيء ايران تسوي فتنه ماكو ايران وامريكا وكلها حتبقى تتفرج علينا شلون نتقاتل بين الجيش وبين الشرطه وبين الشعب يبقون هم يتفرجون وميليشياتهم داخله نص بغداد وقتلوا المتظاهرين وأذون حيل يعني وما كرت يعني الحكومة والله تعترف تقول هل قد شهيد وهل قد شسمة لعدلت شنو شغلك مخليك رئيس وزراء مخليك حاشاكم حيوان يعني رئيس البرلمان يطلع يستنكر
رئيس الجمهورية يطلع يستنكر، لعد من الكتنة من هو؟ إيران تعال عمي، أنا دولة ما أسمحكم تدخلون بيه. يعني حيل حيل إحنا إيران متدخلة بينا، وما يصير بمنصب لا الحلبوسي ولا الفلان إذا ما يروح لإيران. لا تصدقون واحد يصير بمنصب بالعراق إذا ما يروح لإيران حتى لو بدرجة مدير عام. نعم. هاي صارت واضحة. الشعب يعني صار كل شيء عنده واضح بعد. نعم. أنا أشكرك عبد الله، وصلى الله أن يحفظكم ويحفظ جميع المتظاهرين. عبد الله من بغداد كان معنا، وسام من بريطانيا. تفضل وسام. الله يسعدك أخوي. حياك الله يا أهلا بيك. بارك الله بكم على البرنامج الجميل. الإنسان يتهنى بالعراق. الله يخليك، واجبنا هذا. نعم. أنا بس حبيت أقول إحنا وصلنا طريق مسدود ويا الحكومة، والظاهر الرسالة مدى توصلهم. يعني كل ما أسمع أنا يقول لك مطالب المتظاهرين، المتظاهرين عندهم مطلب واحد، هذا النظام السياسي كليا لازم ينشل من العراق، يجي نظام جديد عادل ديمقراطي حتى يفيد هالشعب المظلوم اللي 15 سنة بس أكلة وراسنا كله بالكذب. يعني أنا من دا أشوف الفيديوهات اللي توصل من العراق واللي على الفيسبوك وعلى التواصل الاجتماعي، يعني فتشي مروع. نعم. شيء مروع، فتشي مو طبيعي. نعم. مو طبيعي. إحنا وصلنا مرحلة، أنا بس أقول أخوتي المتظاهرين هناك، ترى ما يفيد إلا القوة، إلا القوة بعد ما بيها مجال. لو 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 تنزلون بقوة وبحزم وتأخذون، بس تكون شو صورة نظامية. نعم. وبصورة عقلانية. بالضبط. تنزلون أنت يا بتتنحون على المناصب ويجي نظام سياسي جديد، ها هي. نعم. ما بيها مجال بعد. أنا أشكرك وسام من بريطانيا كان معنا. حيدر من بغداد في آخر دقيقة، تفضل حيدر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخي. حبيبي والله هاي دولة كافرة كافرة. إحنا بشارع فلسطين يم الموال، يم العفو، ساحة بيروت مخلين قناص اللي ينوي يضرب علم بفر ويوجع هذول، شكو مصور هذول منين؟ هذول دم دم عراقي ويسكتون ليش؟ يعني شعب حق يريد حقه، شهادات بشوار جنس ذات يتفرع عربانة عربي لشكبرها على مود ياخذ له 5,000 3,000. والله غدا غدا من نتغدى هيك وصلت بينا والله بشوار ده. نخلى الصيني نحمو لأن أكل ما عندهم. نعم. واحد يحس بينا، واحد الله يحفظكم أخي حيدر، الله يحفظكم، الله يحفظكم، والله كلامك مؤلم جدا، الله يحفظكم يا رب، يحفظ جميع شباب العراق. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.